السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم محمد آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، من وسط الجزائر العاصمة. حبينا نضربوا بكم دورة في الجزائر العاصمة ونحوسوا بكم. كاين راه متوحش الجزائر العاصمة وعايش في أوروبا ولا عايش في أمريكا ولا عايش في أي بلاد، وكاين اللي راه وليد هنا ثاني وراه متوحشها. أنا عندي بزاف ما جيتش على المهم. صلى على رسول الله، نوري لكم خاوتي شوية مناظر شابة في الجزائر العاصمة، ونوريوكم وين رحنا وين تسمى. وموا كاين واحد لي بلاص شابين انا رايحين ليهم ندوكم ليهم. صلوا على رسول الله، وبعد الفاصل سنواصل. المهم خاوتي، هذا المسجد خدموا في 1666، وكانت رجعوا كنيسة في وقت الفرنسيس، ومن بعد عاود تريكيبيرا. المهم الله يبارك. هذاك ثاني مسجد، هذو هما اللي يصلوا فيه صلاة العيد. المهم، والحمام والحقران الله يبارك. ما تهربوش نازم الحسيتي. الجامع الجديد هاوليك خاتي باش تعرفوا. قلت لكم 1666، هو لا 1660 الجامع الجديد. المهم المترو خاوتي هو هنا، هاوليك المترو داروه. وانا الجزائر راك تعرف العقلية، الحق لحقو. وراني راني هاي. وهذه خاوتي كانوا راح يديروا المترو، داروه على كل حال، بصح من بعد لقاو باللي كاين هنا الآثار، تما حبسوا لي ترافو، حبسوا الأشغال. ها شوف هاهم واش لقاو هنا. اصبر تشوفه. المهم خاوتي نضربوا دار ان شاء الله ونكملوا لكم التصوير. انا مع حميمد. حميمد السلام عليكم. واش تقول لهم حميمد؟ مرحبا بكم عندنا. ربي يحفظكم. واسمعوا، ثبتوا لنا على جالاكسي. انا فتحنا اكاديميه تاع كره القدم في درقانه ان شاء الله، جالاكسي جي 7. ربي يحفظ الجميع. المهم خاوتي تشاوى، ومنا كاين بزاف القصور، خداوج العمياء والى اخره. درنا عليهم هذاك النهار، درنا عليهم فيديوهات، لكن حنا رايحين لباب عزون. باب عزون من ذي الجهه، ونكمل لكم التصوير ثم. صلوا على رسول الله، وبعد الفاصل سنواصل. جامع الجزائر هذا والله يبارك ما شاء الله. المهم راهم يخدموا ثاني في هذه الساحه، هم اللي طرافوا منها، حاجه مليحه، حاجه تفرح. ام اخويا يخدموا لك طريق، يخدموا لك، والحمام هنايا الله يبارك ما شاء الله. صلوا عليه.